لقد اجتاحت عناوين الإنترنت الشبكة بكاملها، ولكن كيف تعمل هذه العناوين؟ هي ببساطة كأي عنوان ولكن على الشبكة، فهي تحدد لك موقع الصفحة أو المعلومة التي تبحث عنها، وكل مجموعة من الأحرف أو الأرقام والرموز لها معنى دقيق. نبدأ بالبروتوكول، أي اللغة التي تسمح للبرنامج المعروف باسم المتصفح أو البراوزر بقراءة الرابط والتواصل مع خادم الشبكة، تماماً كطرح سؤال حول وجهة ما. ثم يأتي النطاق الفرعي، وهو يرمز إلى الموقع حيث تود إجراء البحث، وهو في غالب الأحيان الشبكة العنكبوتية العالمية المشار إليها بـ www. ويحدد اسم الحقل لمن تعود الصفحة أو من تخص المعلومة، وتضم في بعض الأحيان إشارة إلى موقعها. ويجب أن يكتب اسم الحقل بشكل صحيح، وإلا قد تقع على الموقع الخطأ أو حتى على إحدى الخدع. عندما تغادر الصفحة الرئيسية في أحد المواقع، قد يتغير عنوان الإنترنت الأساسي ويضاف ملف فرعي، ويعطي هذا الأخير معلومات للمتصفح حول طبيعة الصفحة التي يتعين فتحها. ولكن في نهاية المطاف قد تواجه مشكلة، فما كنت تبحث عنه ليس موجوداً في هذه الصفحة.